ان شاء الله. اذن واش كتهدفوا للتعادل ولا الانتصار؟ الانتصار ان شاء الله. الانتصار لا دير شي تعادل. يلا بارك الله عليكم. يلا حق اوفا ديما السياكة ديما الريفولتي. شنو هي توقعات في هذه المقابلة اللي غتجمع النادي المكناسي وفريق شباب؟ ان شاء الله 2-0 خنيفرة اللي غادي تربح، وديما شباب اطلس خنيفرة، وحنا جينا من خنيفرة كمجتمع مدني مساندين الفريق ديالنا وديما خنيفرة. إذن مستمعينا الكرام مشاهدينا الافاضل، مرحبا بكم في هذه التغطية المباشرة للمقابلة التي سوف يخوضها فريق النادي المكناسي ضد شباب خنيفرة. إذن هذه المقابلة مصيرية بالنسبة لفريق النادي المكناسي والذي عليه الانتصار فقط سوى الانتصار. إذن انتعاشة ملحوظة في مدرجات الملعب الشرفي لمدينة مكناس. إذن تحية لمشجعي فريق النادي المكناسي أمام الجماهير الكبيرة والمتعددة العديدة التي تحضر أجواء هذه المقابلة. إذن لابد من الإشارة على أن المراقب من تدلى، وبالنسبة لحكام المقابلة من عزبة الشرق. إذن المقابلة تجرى الآن بالملعب الشرفي لمدينة مكناس. فريق النادي المكناسي سيلعب من الجهة اليسرى على شاشاتكم من الجهة اليسرى، بينما نادي شباب خنيفرة من الجهة اليمنى. إذن عودة الجبل للمدرجات، مدرجات التي ألفناها وكانت المحرك الأساسي لفريق النادي المكناسي. نتمنى ألا تخيب الظن لهذه الجماهير الحاشدة بهذا الجانب الذي كان بالأمس فارغا عن آخره. الآن الدفء يعود إلى المدرجات. نتمنى أن تكون مقابلة في مستوى الحدث. إذن ننتظر صفارة الحكم. إذن في هذه الأثناء أعطيت انطلاقة الجولة الأولى. حذاري حذاري من هذه الأخطاء، حذاري من هذه الأخطاء ومن التمريرات الخاطئة. الهدف جاء في الدقيقة 17 من عمر المقابلة في الجولة الثانية. إذن الآلة المكناسية الآن ها حظ مدينة مكناس. هذا أثناء يعلن الحكم على نهاية المقابلة بتفوق فارق. إذن حسرة كبيرة رغم الأداء الجيد للاعبين، رغم الأداء الجيد للاعبين النادي المكناسي.
نقدم فرحة عارمة لمنشئي ولفريق شباب أطلس خنيفرة رغم الأداء الجيد للاعبي فريق النادي المكناسي. الآن الفرحة تعم المدرجات. الحمد لله ها شوف حق الصعود على فارق فريق. الحمد لله الحمد لله. إذن بعد هذا الفوز داخل مدينة مكناس وأمام جمهور مكناس والجمهور العريق الذي حل من مدينة خنيفرة وهذه الهدية التي قدمتم، ماذا تقولون في ما تبقى من المقابلات؟ ربما هناك مقابلة تنتظر لكم. اللقاء صعب كان صعب، الفريقين خصوصا النور الله يحسن الاحوال المكناسيين، جميع المكونات ديالها الفريق اللاعبين اطر يعني الجماهير ديالو المكناسيين الله يحسن الاحوال. هذه الوضعيه اللي بغيتها بغيتها واحد صراحه، ولكن العائله الممثل كامل ماشي هذه المقابله هي اللي مع ربما ما تخلط الكناس، ولكن الممثل في البدايه المطبقه ولكن من بعد بدات تلاحظ هذه الاسباب ما تتعرفش اللي كاين هو انه لقاء كان صعب. الحمد لله انا استطعنا نسجلوا هدف باش نضمنوا ثلاث نقاط اللي كانت غاليه، لكن هو انتصار مهم كيخلي الفريق ديال النقطتين المقابله الاخيره. نتمنوا ان شاء الله تكون في المستوى وتكون روح رياضيه ونتمنوا الفريق ديالنا مقابله تقنيه. إذن هتافات وتحية للجماهير المكناسية، تعبير راسخ ورياضي لهذه الجماهير العريقة التي جاءت من الأطلس من مدينة خنيفرة لمؤازرة الفريق، وها قد تحقق الحلم وكل التنبؤات قبل بداية المقابلة، حيث كانت هناك ابتسامات وثقة كبيرة لهذا الفريق لتحقيق النصر والانتصار من داخل مدينة مكناس. إذن العديد من الصحفيين ومديري المنابر الإعلامية حضرت لمواكبة هذا الحدث التاريخي الهام. إذن هدف كان قاتل ولا يخدم البتة طموحات فريق النادي المكناسي العريق. كان معكم متجردة في رحاب الجامعه والحاضر دائما في جل المناسبات والمقابلات الرياضيه سواء داخل المدينه وخارجها، وهذه تحيه ابني امين بلبل اصغر صحفي بطاقم جريده في رحاب الجامعه وموقعها الرقمي، ونشكر بدورنا ثقه الجميع من مسؤولين ومن إذن وما يهمنا هو ثقه الجميع، ونحن الآن نقوم بكل فرح وبكل ابتهاج لنقل وقائع جل المقابلات التي تشهدها وجل المناسبات وجل الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظم بالحاضرة الحاضر الإسماعيلية مكناس، وسوف نكون كذلك إن شاء الله لنقل وقائع المقابلة التي سوف يخوضها الفريق النادي المكناسي والتي تعتبر آخر مقابلة ضمن القسم الوطني الثاني. إذا نتمنى للآلة المكناسية حد أوفر فيما تبقى من المقابلات. إذا هذا أحمد بلبول يحييكم من الملعب الشرفي لمدينة مكناس، ألقاكم في رعاية الله. إذا عين الفرحة ديالو، وحنا جماعة تما تنتعبوه باش نرشحوا هاد
والنظام الكروي ما تيخلطش اللاعبيه ما تيلعبوش مزيان. اللاعبين اللي تيبان زوين تيبيعوا لا واخدين تجاره حتى التجاره ما تدخلش فيها الفلوس. حنا تنشجعوا الكودين بقلبنا وبروحنا. حنا كواظميه وشحال من حاجه تتوقع لنا على ود الكودين. حنا راه بقى فينا الحال حيت الكودين طالع الهوات. علاش الكودين طاح الهوات؟ الكودين راه فريق عريق الكودين. حنا راه كاملين تنشجعوا ولدنا وحنايا تنقولوا غير الكودين الكودين. علاش الكودين حنايا ما نفرحوش معاه حتى حنايا ونبقاو حنايا معاه حتى في السراء والضراء؟ حنا ديما الضراء بزاف. اللهم خص الجمهور يتحد كامل باش نديروا وقفه احتجاجيه ولا تنظيميه. المهم تكون شي حاجه على ود الكودين. حنايا كواظميه بالروح وبالدم. اذا هذه حصره كبيره للجماهير المكناسيه والتي اعتدنا عليها تشجيع الفريق وقد جاءت هذا اليوم لتشجيع الفريق من المكناسيه.